من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. أغلب السيارات الجديدة فيها هالمؤشر، وهذا المؤشر اللي تشوفونه أنا متأكد أكثر الناس يطلع لهم. هذا حق اللي ما يعرف، علامة أن ضغط الهواء للكفر مش مظبوط، يبي له وزن، وذا طبعا يشتغل بناء على سنسر جدا دقيق داخل الكفر. اي تغير في ضغط الهواء بيشتغل معك. طبعا ذي مسبب ازعاج حق كثير من الناس، طول ما اشوفها قاعدة تشتغل بعضهم يتوتر، بعضهم يروح الى الميكانيكي او الكهربائي او الى البنشر كان يقول له شف لي حل. زين وزنت الكفرات لا زالت تشتغل، خصوصا الاخوات. متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة، وفري مزيدا من الوقت والجهد واحصلي على ما يلزم سيارتك بخيارات دفع متعددة ومزايا إضافية. السيارة ما يحتاج تروحين السوق، للطلب الآن. أول شيء لما أقول كفر، إحنا نسميه كفر اللي هو إطار السيارة، في ناس يسمونه إطار يسمونه كفر، ناس يسمونه دولاب، ناس يسمونه التايرز أو التاير، إن شاء الله أنت تعدل. أوكي، هذا إطار السيارة، أوكي، يحتوي على هواء، كمية من الهواء تعبيه، أوكي. طيب كمية الهواء كم؟ في مؤشر لأغلب المنفاخ لما تجي تعبي في مؤشر له. بعض السيارات يختلفون الجيب الكبير والصغيرة. أغلب السيارات الصغار العادية، خلنا نقول مثلا الكامري، الكوريلا، الهونداي، الكيا، السيارات العادية اللي نسميها السيدان، عادة يكون كمية الهواء للكفر كم؟ طيب خلنا أوريكم شيء كمعلومة. طيب خلنا أضيف قبل لا أبدأ في الشيء الثاني، عدم ضبط هواء الكفر أول شيء يساهم في زيادة استهلاك البنزين، وكذلك له أثر في عمر قصر أو قصر عمر الإطار. ثلاثة، ما يخلي السيارة تتوازن بشكل سليم في الممشى، لذلك ضبط الإطار أو ضبط هواء الإطار جدا مهم في كثير من الأشياء. طيب إنزين، لو سألنا قلنا إنزين كم يكون ضغط الكفر لازم؟ السيارات يتفاوتان، الكبيرة غير الصغيرة والسمول والوسط كم. لكن أغلب السيارات المتوسطة اللي مثلا يعني الكامري، الهونداي، السوناتا، الكوريلا، ذلي أغلب شي عادة يكون ضغط الهواء فيه يكون 35. طبعا كل ما تكبر السيارة يزيد ضغط الهواء، توصل لـ 40 41 47 على حسب، وكل ما تكون أصغر يقل. طيب شلون تعرفون ضغط الهواء حق كفرات سيارتك؟ شلون؟ خلنا أوريكم شلون تعرف ضغط الهواء المفروض حق إطار سيارتك. هناك عدة مصادر في السيارة، إما مثلا يكون في كتالوج السيارة يكون فيه هذا، أو محتمل بعض السيارات تحصل يكون هنا في ستيكر يعلمك كم المفروض يكون ضغط هواء السيارة، هنا ما فيه. زين هذا مصدر. المصدر الثالث ممكن يكون، وأغلب السيارات يكون في ستيكر عند باب السواق، أول ما تفتح تطالع هنا يعطيك يقول لك ها ضغط أو ضبط النفخ الموصبي. طبعا هنا قاعد يعلمك، أوكي شوف شلون قاعد، طبعا يعطيك تفصيل الكفرات الأمامية، الكفرات الخلفية، إذا كان في عندك حمولة زايدة، تفصيل كامل، أوكي. وبعض السيارات يكون هذا الكفر السبير أو الاستبنة او الاطار الاحتياطي، يكون في ستيكر، ممكن يكون هنا او هنا او هنا او في الجنب في اي مكان ما عليه ستيكر نفس اللي هناك يعلمك كم كمية الهواء المفروضة. السيارات يختلفون، بس غالبا غالبا غالب السيارات تحصلون الستيكر يكون هنا عند السواق، اوكي. ولذلك ينصح خبراء السيارات بفحص الاطار او ضبط الهواء للاطار كل اسبوع، من أسبوع إلى أسبوعين مرة واحدة. إذا كنت داخل المدينة يعني داخل البلد تكفي في الأسبوعين مرة، في 3 أسابيع مرة. أما إذا كنتوا أصحاب مشاوير تروحون، لا يقولون لك يفضل أقل شيء في الأسبوع مرة. طيب في عندنا هنا نقطة، تقريبا أغلب السيارات يجي معاها منفاخ من الوكالة، بس كثير من البنات ما يستخدمونه. ليش ما تستخدمينه؟ موجود عندك في الشنطة، ليش تروحين تزعجين نفسك في البنشر والشمس والحر؟ أخذي وحطي. طيب في حل إضافي
بعض السيارات ما عندها أو يمكن بعضها ما تعرف طريقتها. على كل حال في متجر زينة لمستلزمات السيارة اليوم عطانا هالجهاز ذا منفاخ نفس اللي عندك بس شكله صغيرون شحليلة صغيرون شحليلة ولا يحتاج رحيم بنشر ولا شيء يجي معاذي ويجي طبعا كرتون كامل صغير صغير حتى الكرتون شو ماله صغير أصلا زين ميزة ذا حليو يعني أول شيء طبعا تركبين ذي الهوز أو القطعة وذي تركبينها طبعا في الكفر احنا اوريكم يا ما يخالف اوكي وتشغلين المنفاخ هنا وتحددين من طبعا تشغلين ذا وتشغلين من الزائد او الناقص تحددين كم تبين كمية الهواء مثلا 35 اوكي يعبي هو 35 ثم يطفي يفصل بروحه وذي تنشحن واير شحن مثل مالت الجلاكسي ما احتاج وايرات وافسه شوف شلون خفه شحني واستخدمي شوف شلون خلنا انزل الحين اجرب اوريكم شلون بس تركبون هالقطعة على اساس لا تقول واحد انا ما اعرف يلا خلنا أوركم استخدامه جدا سهل جدا سهل طبعا شحنة مثل ما قلت مثل مالت الجلاكسي شاحن جلاكسي تركبون ذي طبعا أوكي على فكرة ترى الجهاز ما بعد يوصل عندهم بس ما أعطيني عينة أجربه بيجونكم بعد شوية المهم وتشغلونه من هنا طلعوا شوفوا من هنا شفت زر باور تشغلونه هنا شفتاي بس قبل ما تشغلون أول شيء حده هنا كم تبون هوا مثلا خلنا نقول مثلا 35 36 أنا حددت أبي 35 تشوفون وين الكاميرا تحددونها طبعا هيش 35 وتشغلونها من هنا شفتها وتشغلونها وفي طبعا هنا شوفوا اذا وصل الرقم اللي تبونه 35 يطفي هذه ميزتها شفت شلون خلنا اوريكم شلون تركبون هالقطعة دقيقة كل شيء تفكين ذا الغطر الصغير ولا تضيعين خليها جنب وبعدين تاخذين طال عمرك المنفاخ اوكي تركبين ذا شفتها دعسي اخر شيء اوكي وسكري وهذا بعدين نحدد الظاهر هذا يعطيك يقول لك هذا ناقص الكثر طيب اوكي زاد كم احنا بيه 35 صح اوكي حددنا 35 حددنا الرقم اللي نبيه احنا كم وينك يا معكوس تقريبا 35 بس ما تطلع الشاشه هنا ايوه هذا 35 اوكي الحين نضغط على التشغيل اللي هنا الان قاعد يعبي المفروض بس يوصل 35 بروحه يطفي المفروض بس يوصل 35 يطفي بروحه لانه هو ناقص شيء بسيط يعني مو بواجد الحين اوكي انا عفست طبعا عشان ايش عوجته عشان يطفي فبمجرد ما يوصل الرقم المطلوب 35 يطفي بروحه شفتي ولا وايرات ولا شيء ولا بنشرتي ولا اشي ايضا عندهم هالنوعيه الثانيه ذي من نوع بيسوس طبعا ذا ماركه ذا طبعا مو بالشحن لازم بالكيبل بالواير منفاخ اخر طبعا بس ذا في ميزه حليوه بعد غير ذاك كل واحد على حسب ما يبغى خلنا اوريكم يلا قلبي الكاميرا يلا يا الكاميرا طيب ذا في ميزه حليوه اوكي انك تحدد من خلال هالازرار سياره كبيره تقول له تضغط على ذي سياره صغيره تضغط على ذي خلاص هو يقرا الهواء يقرا ضغط الهواء وهو يحط الهواء المطلوب اوتوماتيك يخلص يطفي ان شاء الله عجبكم الدرس وعلى فكره لمستخدمين او لمتابعين مصطفى لايف لهم خصم خاص دائما كود الخصم مكتوب تحت شوفوه دمتم بود موفقين لكل خير